مفيش ميثاق شرف اعلامي رياضي بص يسيطر الابتسامة على الكلام دي. شفت الابتسامة دي مع الميثاق بليغ جدا على فكرة. لا فسر لنا فسر لنا طالما صباح الخير يبقى خلاص واضح هو كده جاي. ميثاق الشرف الاعلامي ده معناه انك هتقول خبر متزن، والخبر المتزن دلوقتي بالنسبة لبعض الناس كتير ما يصنعش ترند. الترند انك تفرقع، مش مشكلة بعد كده يحصل ايه، مش مشكلة الناس تفتكر اني كذاب ولا لا، مش مشكلة ان ده هيشكك في مصداقيتي ولا لا، او هيطعن في مصداقيتي ولا لا. لا هو الفكره كلها انا هعمل كام فيو، انا هعمل كام ريتويت، انا هعمل كام لايك للتويت او الفيسبوك او على اليوتيوب بالمناسبه. يعني كل ده هو ده المستهدف دلوقتي. الناس والناس بتنسى، وممكن لو لاحظت تعليقات الناس على الفيديوهات اللي بتتعمل، في مثلا 10 يقول لك انت كذاب وانت مثلا قلت خبر غلط، وفي 90% او 70% يقول لك الله. الناس بتلعب على فكره النسيان، او الناس بتشوف كتير، او المحب للحاجات دي بيشوفوا فيديوهات كتير في اليوم، وبالتالي ممكن ينسى فلان قال ايه. هو اللي يهمه دلوقتي انه قال الكلام، ايوه يردد الكلام اللي بيقول عليه انفراد، يقول لك شفت فلان انفرد. طب يا سيدي، طب ما هو ضيع قبل كده 90%. والطبيعي ان الميثاق الشرف اللي انت بتتكلم عنه يا كريم، الطبيعي ان 90% اللي يبقى صح، وال10% ان يكون اجتهادك فيهم ما صادفش الصواب. وانا بقول لك اجتهاد كمان، مش ضرب، لا اجتهاد. مش يعني انت اجتهدت، كلمت فلان وعلان انا امبارح كان عندي، معلش لو مش عارف وقت في فاصل ولا لا، انا امبارح كان عندي معلومات معينه عن النادي الاهلي وشبه مؤكده بالنسبه لي، انما كان معلومه ناقصه ما رضيتش اتكلم فيها او اطلع بيها، واخرتها 4 ساعات لحد ما استنى واتاكد واشوف، لان الكلمه محسوبه. وقلتها امبارح، ما تقولهاش دلوقتي. لا معلومات عن اصابات لعيبه النادي الاهلي ومين هيغيب قد ايه والكلام ده كله، كانش ينفع ان في توقيت انا اطلع اتكلم واقول فلان هيغيب مثلا عن القمه والناس تلاقيه في الملعب. صح. الناس هتنسى على فكره، في بعض في ناس كتير ينسى، انما انا مش هنسى. هي دي الفكره كلها، انت هتنسى ايه او انت بتستهدف ايه، هي دي الفكره. لو كل واحد، على فكره صلاح اللي بيحصل في الكوره من صلاح الاعلام على فكره، الاثنين هي كلها منظومه، ما ينفعش تفصل ده عن ده. عشان كده قلت لك نبدا السخنين الاول، لما شفت بعد الاهلي وبعد الزمالك، لا الكفتين والمعيار مش متساويين خالص. ادينا سخنا وولعنا الدنيا في النقطه الاولانيه، نرجع بقى